تخيل انه بال 2019 بعد في ناس مظلومه ومسلوبه من حقوقها. محمد عمره 16 سنه، ترك المدرسه، تاعي العائله مؤلفه من ام وبي وثلاث اخوات. خلونا نسمع قصته، قصته قصه رح نتابعها سوا. محمد، نحن معك اليوم لنتعرف عليك أكثر ولنسمع قصتك. أنت قد إيه عمرك وشو بتعمل؟ 16 سنة، بشتغل بمحل مي، موقف المدرسة من زمان. ليش تركت المدرسة؟ لأنه بي مرض وما قدرت، يعني بدي ساعده. شو عندك أخوي؟ عندي خي صغير وأختي أكبر مني. قد إيه عمرها أختك؟ شي 18 سنة. بتروح على المدرسة أختك؟ لا. ليش؟ كمان وقفت من زمان، ما قدر بي خليها تكفي. عم تشتغل؟ ايه عم بشتغل. شو بتعمل؟ بوزع مي للبيوت و... واختك شو بتعمل؟ ولا شيء، بتساعد امي بالبيت. وبيك شو بيشتغل؟ بيشتغل حي الله شيء، بصحى له بالنهار يومي. بس يعني ما في شغل ثابت؟ لا ما في شغل ثابت. وليه ما بجرب يحصل على شغل ثابت؟ لانه مريض معه السكر والضغط وهيك، وما له معي غير انا. يعني شو ما بصحى له بالنهار بيشتغل هيك. اكثرية العالم عنده سكري وعنده ضغط يعني، وبتضل تشتغل عادي. انه هو لانه بيتعب كثير، ما بيقدر طول النهار يضل مستمر بالشغل، ما في شو بيحصح له. وانا بساعده. بضايقك هذا الشيء؟ تحس انه مسؤوليه العائله كلها عليك؟ بالعكس، يعني بحب ساعد اهلي بهيك شيء. ما كنت بتحب انه حدا كمان يمكن يشيل عنك قسم من هالثقل؟ بحب هالشيء انا، بس ما في. كيف بتحس اذا بده يصير في تغيير او اذا بده يصير في تحسن بحياتكم؟ كيف ببلش؟ شو اللي ممكن يتغير تتصير الحياه احسن؟ عشتنا نتحسن. شو اللي بضايقك أكتر شيء؟ بحب يعني الأصحاب أحسن، شغل غير مصلحتي القديمة. عندك أصحاب؟ نعم، أصحاب من هون بالمنطقة كمان؟ إيه هون بالمنطقة، عندي كم شاب أصحابي يعني. بتشكيلهم هيك همك، بتاخدوا وبتعطوا سوا؟ كمان هن بيواجهوا نفس نوع المشاكل أو أقل؟ يعني هن بيضلوا أحسن مني بشوي. من أي نواحي؟ يعني هن في بيهم بيشتغلوا وهن بيشتغلوا، في عندهم اخوه كمان بيشتغلوا. بتقول لحالك من وقت للتاني انه طب بي بصحته مثلا، ليه ما بيشتغل شوي بعد اكثر، بخفف عني، بيهتم باخواتي؟ ولا شيء، بس بعدين برجع بحس فيه انه مريض. وباله معي غير انا يعني. بتحس بالظلم اوقات؟ اوقات يعني بوقت ما بكون قاعد لحالي بصير فكر بشيء هيك بتضايق. شو بتفكر؟ هلا بدك تعتبر انا وياك لحالنا وانت قاعد عم بتفكر بينك وبين نفسك، شو الأفكار اللي بتخطر على بالك؟ إنه اليوم تكون عيشتنا أحسن، اليوم نكون غير هالمنطقة، إنه شيء أحسن لحياتي، كون متعلم، كون يعني شيء منيح لحياتي، شيء مستقبل حلو، هذا اللي بفكره. كنت تحب المدرسة لما كنت طالب؟ كنت كيف يعني مستواك؟ كان مستوى العلمي كثير جيد. أوكي. بس ما قدرت أكفي. أوكي، وأنت إنسان كثير من هالناحية قدري، يعني بتقول هيك ثاقبت وأنا هيك قدري، ولا بتقول هيك الواقع بس أنا بقدر غيره؟ هو الواقع هيك، بس الحمد لله ما بقدر، قادر اغيره وان شاء الله بقدر اغيره. رفقاتك هون اللي من عمرك وهيك اللي بيروحوا على المدرسه، بتحس في اختلاف بينك وبينهم؟ بتحس انه هن مثلا محظوظين اكثر منك، الحياه ساعدتهم اكثر منك، او بتحس انه كل واحد منكم ناجح بمطرح معين؟ انا بقول ليه ما بكون انا مثلهم، بكون هيك، بكون نفس الشيء انا وياه. بس برجع بقول يعني شو بدي اعمل، هاي نصيبي. بس وقت بتقلي بقول يا ريت انا بقدر اكون هيك، شو يعني هيك؟ انا بحب اكون بمصلحتي اللي بحبها اللي هي شو؟ الميكانيك سيارات. بتحب تعمل ميكانيك سيارات؟ حاولت تشتغل فيها على فترة؟ فيها. وليه تركت؟ صاحب الكراج سكره. شفت غير جراج؟ شفت كذا جراج ما كان بده شغيله، قمت لقيتهم محل مي اشتغلت فيه. حدا كان عم بيقول لي انه بالمنطقة هون في اوقات كمان يعني كثير ناس بياخذوا مخدرات، اشياء ممنوعة. تعرضت شي لشي من هالنوع؟ ايه في، بس انا بحالي هيك الشيء كله ما بحطه براسي، يعني شيء بوديك يعني لشيء انه مش منيح بعدين. اخر مره حسيت انه سكرت تنب وجهك ايمتى؟ هذيك المره بس علقت مع صاحب المحل وتضايقت شوي، قعدت لحالي وانقهرت. وانتو كلكم قاعدين بهيدا البيت بهيدا الغرفه مع بعض، بتكونوا عشيه وين بتناموا؟ كيف بننام هون؟ يعني فرشه حد بعض، كلكم مع بعضكم، انت وامك وبيك واخواتك. ايه. طيب شو رايك اذا منظهرك شوي من هالغرفه ومندردش انا وياك شوي سوا برا؟ ماشي، يلا.
محمد يا محمد، واحد ما بيقدر يضله محله. بعرف انه اوقات الظروف يمكن ما بتكون لصالحه، بعرف انه قصص ما بتتأمن بنفس الطريقة وبنفس الكمية لكل الناس، بس انا حاسس شوي كأنه بعد فينا نعمل أكثر. يعني نحن هون لنساعدك وفريق العمل واللي عم بتابعونا والمستقبل ويب، بس التغيير بده يبدأ من عندك أنت. نحن فينا نساعد على فترة معينة، بس على المدى الطويل أنت بدك تعمل التغيير، أنت اللي بدك تصنعه. أكيد. على المدى الطويل وين بتحب تكون؟ بشيء أحسن يعني، بعيش أحلى والدنيا يعني نفس الشيء بس تكون أجمل شوي. أوقات بتفكر بتقول شو ظالمة هالدنيا؟ إيه أحيانا بفكر يعني أكيد. بتحس في ناس فيها ظالمين؟ ايه. مثل مين؟ في كثير ناس بس ما في نحدد لك كيف. حتى بالقراب بيناتكم مثلا بتقول يا ريت بيي بيقدر يشيل هالهم عني، يا ريت بيقدر هو يشتغل محلي. بقول هالشيء بس برجع بقول كمان مريض اكيد بدي ساعد. بس يعني اسم الله عليه الوالد، نحن شفناه مهتم فيكم وبصحته. يعني اذا قادر يقوم بكل هالاشياء يعني كمان قادر يوزع مي. احيانا هو بيساعدني بهالشيء وبيشتغل هو شغلات يوميه. بعرف محمد، بحس وقت اللي واحد بقضي فترة طويلة بنفس المجتمع عم بيعمل نفس الأشياء بنفس الحيطان وبنفس الجو ما بيقشع شو فيه برا. جرب تطلع من محل ما أنت، جرب تظهر حالك من هالكادر الضيق اللي أنت عايش فيه. أنت شاب مهذب ومرتب وذكي كتير وعم تعمل كتير، بس كمان بعد فينا نعمل أكتر. بدك حدا غيرك يشتغل ويساعدك لازم تقله. بدك اختك تشتغل لانه فيها تشتغل مثلك مثلها، لازم تقلها ولبيك ولكل شخص بيكون حدك وبتقدر تطلب منه مساعده. طلبت المساعده من شي حدا باخر فتره؟ طيب نحن معك ورح نساعدك ورح نواكب معك الحاله، بس بدك توعدني انه انت كمان رح تسعى لتغير ورح تسعى وتعمل كل شيء بتقدر تعمله لتحقق كل احلامك. رمضان كريم محمد، رمضان كريم، ونشوفكم بكره.